لكي نتطور ونتقدم علينا أولا أن نفهم أنفسنا ونبحث في أعماقنا عن مسببات التوقف عن التقدم وعن التعلم وعن الشغف وغيره. اليوم ضيفتنا يطلق عليها مدربة الهندسة النفسية، وهي تعمل حاليا كمبرمجة لغوية عصبية. اليوم حنتكلم عن هذا الموضوع، كيف ممكن أننا نزيل الطاقة السلبية أو خلينا نقول المشاعر السلبية اللي ممكن تكون مرينا فيها وأثرت علينا ووقفتنا عن أشياء كثير في هذه الحياة. نرحب بضيفتنا الأستاذة بدرية السياري، مدربة الهندسة النفسية ومدرب مدربين معتمد من السعودية والإمارات. هلا وسهلا بك أستاذة بدرية. مساء الخير. يعني يمكن الأشياء اللي بيمر فيها الإنسان اليوم بيكون مثلا يكون فيه هناك رواسب من أشياء مر عليها في حياته. صحيح. منذ الطفولة أو المراهقة وغيره، وهذه أثرت عليه، هذه تكون بشكل سلبي كبير، فإحنا كيف ممكن نتخلص من هذه السلبيات اللي أثرت على حياتنا؟ بالبداية أحب أعرف بمساري برمجة لغوية عصبية، مسار العلاج بخط الزمن. نعم. هو علم سريع المفعول بطيء الانتشار خصوصا بدول الخليج، يزيل المشاعر السلبية، يعالج وجدانيا اللي هي الغضب، الحزن، التوتر، جلد الذات، القرارات المقيدة. هل هذا يعني معناته أنه لازم نرجع لمواقف معينة مرينا فيها عشان تكون هذه هي اللي أثرت علينا بشكل سلبي؟ هو لكل فرد خط زمن بياني خاص فيه. نعم. الخط البياني هذا متخزن ومسيب عليه المشاعر السلبية بمثابة الفايل تاريخي منذ الطفولة أو قبل الولادة. فدور المعالج أنه يأخذ العميل لتنظيف وإزالة هذه المشاعر مرحلة بمرحلة. المشاعر السلبية لما تترسب داخل النفس وتزيد تفيض، النفس البشرية ما بتقدر تتحملها، فتسبب آلام مزمنة. أي شخص يحمل مرض مزمن يعاني من المشاعر السلبية اللي هي خمسة. المشاعر السلبية هذه قابلة للتنظيف، قابلة للحذف، يتبدل مكانها مشاعر إيجابية. هذا هو معنى العلاج بخط الزمن. للتوضيح، هو ليس بعلم الطاقة ولا يمت لعلم الطاقة بأي صلة. نعم. هو فقط علاج وجداني نفسي وجداني. المشاعر الثابتة فقط في النفس البشرية الغير قابلة للتغيير هي مشاعر الحب. نعم. المشاعر السلبية كلها قابلة للتغيير وللتبديل وللحذف. ممتاز. نعم. كمان نعرف أنه يلغي الخمس مشاعر السلبية، نبغى تذكري لنا هذه المشاعر السلبية اللي يلغيها، اللي هو ينظفها. إيه؟ ونبدل مكانها مشاعر إيجابية، لكي المشاعر السلبية هذه دائما بتعيق الإنسان عن التقدم، دائما بتسيطر عليه، دائما بتوحي له بالوهم، بالخوف، بالتصور السلبي. المشاعر هذه اللي هي غضب، حزن، جلد الذات، توتر، قرارات مقيدة، هذه كلها بتعيق النفس البشرية عن التقدم. بالنسبة لأهم ميزة بالعلاج بخط الزمن، إحداث السلام الداخلي للفرد مع ذاته ومع الآخرين. نعم صحيح. طب نعم. مين اللي ممكن الفئة اللي تستفيد من هذا العلاج؟ من الشخصية اللي تستفيد منه؟ جميع الفئات باستثناء من يتعاطون. الشخص المتعاطي لا يناسب هذا العلاج. يتعاطى ايش استاذه بدريه؟ يتعاطون المخدرات. فقط المخدرات. مخدرات. ليش يعني؟ اصحاب الوسواس القهري ما بيناسبهم نهائي. صعب، لا ما بيناسبهم نهائي اصحاب عفوا اللي بيتعاطون مخدرات. نعم. بيطلعون خارج الزمن. صعب السيطره عليهم. وممكن يكون يساعدهم أثر في العلاج. عكسي. لا، اثر عكسي عليهم. اللي يتعاطون يناسبهم العلاج الإيحائي، التنويم الإيحائي، أو العلاج عن طريق الطب النفسي. العلاج الوجداني ما بيناسبهم. هل هناك فرق بين العلاج الوجداني والعلاج النفسي؟ العلاج الوجداني يؤثر على المشاعر السلبية. نعم. العلاج النفسي للأمراض اللي هو خاص بأطباء علم النفس.
لما يعني أنا استوقفتني فقرة الإدمان، هل أستاذة بدرية كمان اللي هي الحبوب النفسية تصنف كمان من المخدرات اللي ما ينفع هذا الشخص أنه يتعالج؟ اللي قصدك تحت كورس علاجي مثلا، إذا نسبة الكورس أو نسبة الجرعة قليلة ممكن ندخلها في الجلسة. بس إيش السبب؟ لا يعني ما ذكرت لنا سبب إنه ليش المدمن ما ينفع إنه يتعالج؟ أثر عكسي عليه، لأنه العلاج بخط الزمن هو عن طريق جلسات. حلو. بالبداية نجلس مع العميل، ناخذ تاريخه الوراثي العائلي النفسي. بعدها نتعرف على خط الزمن، كل شخص له خط زمن خاص فيه. بعدها نعرف السبب الرئيسي المسبب للمشاعر هذه. مثلا لو بعالج مشاعر الغضب لازم أعرف السبب الرئيسي. السبب الرئيسي ممكن يكون في طفولته، ممكن يكون أثناء فترة حمل والدته فيه. نعم، يعني من قبل ما يجي على الدنيا. ممكن، أيوة. يعني زي إيش؟ أنا ودي تقربي لنا يعني هذا المثال، لأنه يعني مو منطقي صراحة، وكثير ناس أتوقع يقول لك مو منطقي، صح ولا لا؟ يطلق عليه العلاج السحر. أكيد يقول لك مش منطقي، أنا كيف أنت حكمتي على شخص نفسيته عنده مشاكل نفسية وأمراض نفسية من قبل ما يطلع على الدنيا أصلا؟ أشكرك على هذا السؤال. شوفي، النفس البشرية مثل بشبهها بالكاسة. مثلا أنا أو حضرتك تعرضنا لموقف غضب، على سبيل المثال تعرضت والدتي أثناء حملها فيني لموقف أثار غضبها، أثر علي. هنا تكون السبب الرئيسي، تكونت القاعدة. بعد الولادة أثناء الطفولة والمراهقة أنا بعد في مراحل غضب، بيفيض هذا الكاسة عندي وبتطلع. هنا يصيبني مرض مزمن، سكر، ضغط، كوليسترول، من الأمراض المزمنة هذه. عشان كده دائما الأم لما تكون حامل يقول لها نفسيتك بتأثر على الطفل، انتبهي على نفسيتك ونفسيتك. أنا سابقا كنت أعتبرها عبارات غير صحيحة. نعم. بس لما درست العلم هذا وتعمقت فيه وطبقته فعلا يكون هناك فرق. طيب كلمينا عن قصص نجاح، ناس استفادوا من هذا العلاج، نفسياتهم تغيرت، تخلصوا من خلينا نقول المشاعر السلبية اللي بيمروا فيها. الحمد لله وبفضل الله، في يعني ما عدت علي حالة ما بتشكر ومنطلقت للحياة أكثر. نعم. قادرة على تحقيق أهدافها بكل يسر وسهولة، صار عندها سلام ذاتي مع ذاتها ومع الآخرين، ما عاد بتعاني بمشاكل. عدى علي مشاكل زوجية أساسها مش لا الزوج ولا الزوجة، أساس المشكلة والد الزوجة. نعم. أثرت على الزوجة. فلما البنت كبرت وتزوجت أثر هذه المشاعر عليها مع زوجها. طيب كيف كان العلاج هنا؟ يعني جلسات العلاج المرحلة الأولى بنجلس مع العميل وبناخذ تاريخه الوراثي والطبي والعائلي. بعدين نتعرف على خط الزمن. نعم. لكل شخص خط زمن خاص فيه، ما بقدر أتعامل مع خط زمن الشخص هذا بنفس خط زمن الشخص الآخر. بعدها نكتشف السبب الرئيسي المسبب لهذه المشاعر. بعدها نشرح للعميل الآلية، لأنه إحنا حندخل بذات العميل ونتعامل مع اللاواعي. اللاواعي هو اللي مخزن فيه جميع المشاعر السلبية، يتم تنظيفها مع الاحتفاظ بالتعلم، والفراغ هذا سبحان الله يتعبى فيه مشاعر إيجابية. يعني الإنسان نقدر نقول إنه تعامله أو ردود فعله تختلف، نظرته للحياة تختلف. إيش التأثير اللي بيتركه هذا العلاج؟ يعني أنا بعد ما تخلصت من هذه المشاعر السلبية، هل أقدر أتخذ قرارات؟ طبعاً. هل أقدر تحققين أهدافك، تعيشين بسلام، تتعاملين مع الآخرين بكل سلاسة، ما عاد بيكون عندك قرارات مقيدة، ما عندك أي عرقلة لأهدافك بالحياة أو تحقيقها. حلو.
يعني أنا الحين في أشياء كثيرة على الساحة يا جماعة، والله والله ما أدري يا أستاذة بدرية إذا أنت تتفقين أو لا. الحين في هذا العلاج اللي هو الخط الزمني، صحيح؟ في الطب النفسي، وفي علم الطاقة اللي احنا عارفين أنه موجود مهما احنا أنكرنا وما تقبلنا، موجود وفي ناس كثير للأسف تؤمن فيه. وش الفرق؟ إيش الفرق؟ إيش الفرق بين اللي إحنا قاعدين نتكلم عنه الآن اللي هو العلاج بالخط الزمني، والفرق بين العلاج النفسي مع أطباء نفسيين، وبين العلاج اللي يسمونه بالطاقة؟ بحترم جميع جميع أقسام العلم، بحترم كل من سعى واجتهد في علم معين. أنا شخصياً لا أؤمن بوجود علم الطاقة. قناعتي الداخلية ما بؤمن فيه. أنا عندي الطاقة هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هي الروحانية مع الله سبحانه وتعالى. الطب النفسي هو علم طبي يصنف من أصناف الطب. نعم. له تخصصات كثيرة، له أقسام كثيرة. بعرف نسبة بسيطة، لكن الغالبية بحكم أنه أنا مش متمرسة فيه بجهلها. لما نجي للبرمجة اللغوية العصبية، أنا عن نفسي طبقت مسار العلاج بخط الزمن ودرسته وتعمقت فيه، درست التنويم الإيحائي وطبقته على متطوعين، على خلاف مع أطباء علم النفس، ومعاهم حق، لأنه لما بندخل عليهم بناخذ الحالة بنعالجها بشهر، هو قاعد سنتين يعالجها، ما هي متقبلة. يعني العلاج بالخط الزمني أقوى من الطب النفسي؟ ما بقول لك أقوى، شوفي أنا ما بتطرق للطب النفسي، لأنه الطب متكامل معترف فيه بالكرة الأرضية، مش أنا اللي بحكم عليه. نعم. أنا بحكم على مساري. أعطيني أي حالة عندك أنا ممكن أطبق عليها أمامك، طبعا مش أمام الكاميرا. ليش لا؟ هل هي ما بعرض الآخرين للكاميرات؟ لا. طيب هل هي عبارة عن جلسات؟ جلسات، أيوة جلسات. هذه الجلسات عبارة عن إيه؟ ما هل هو حديث؟ هل هناك مثلا رسم في لا 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 لا، هي جلسات استرخاء. نعم. نأخذ العميل، هي شوفي صدقا وصراحة ما بقدر أفصلها. مش من حقي أفصلها. تختلف من شخص إلى آخر. لا، مش من حقي أفصلها أمام الكاميرا. نعم نعم. هل في تنويم مغناطيسي أستاذة بدرية؟ لا، ما فيها تنويم مغناطيسي. ما في تنويم مغناطيسي. يحتاج المريض تنويم كم جلسة؟ المغناطيسي مختلف طبعا. كم جلسة يحتاج المريض؟ أو على حسب الحالة. أقل حاجة 5 جلسات. 5 جلسات. هل بالضرورة الشخص يكون واعي إنه هو لديه مشاعر سلبية بموقف مر فيه من الطفولة، أو حدث حصل في حياته، أو هو فقط أنا أشعر إنه أنا فيه مشاعر سلبية تجاه الأشياء كثير؟ هل بالضرورة أكون عارف السبب؟ ولا لا. حضرتك تستكشف لا. السبب؟ مش الكل عارف السبب. مثلا أنا عديت في حالة حزن شديد. كنت عارفة أنه أنا عندي حزن. مزبوط. تعالجت فيها. في آخرين عندهم حالات بيعانوا، مثلا آخر حالة عدت علي لشاب عنده خوف، بس ما هو عارف إيش سبب هذا الخوف. ما هو عارف، وما هو عارف أنه خوف. ما هو عارف أصلا أنه خوف. أيوة. نعم. في شابة عدت علي 16-17 سنة، عندها نفور من المجتمع. لما جلسنا الجلسات، البنت أساسا عندها نفور من والدتها وليس المجتمع. طيب، يعني هذا نفس الشيء قريب من خلينا نقول التشخيص النفسي، إنه بيجلس بيعرفوا الأسباب، بتدرس الآلية الحالة. تختلف. نعم. لقائك مع العميل أوكي، ما بنختلف، بس الآلية تختلف. آلية مسار العلاج بخط الزمن، احنا او العميل يعطي الثقة للاواعي ثقة كاملة، ونرجع للماضي. نتوقف عند الحدث الرئيسي، يتم تنظيفه، بعدها تبدأ تطلع الأحداث المتتالية بنظفها. أنا يعني جملة يتم تنظيفه هذه أحتاج أعرف تفاصيل فيها، ما بقدر أتكلم فيها. إيه؟ على الهواء. ولكن هو ده هنا التنظيف هو نفسه العلاج، خلينا نقول أول جلسات اللي هو يتم جلسات فيها علاجية العلاج. بيستفيد منها الشخص بذاته، لما بيجلس يقول أنا فيني تغير،
يحس من أول جلسة يشعر؟ من أول جلسة يشعر. نعم. هو بيتكلم عن اللي بيحصل له، هو بيتكلم عن التغيير. طب هل الإنسان ممكن يصل لهذه المرحلة، يعني أنا أرجع للمشكلة الأساسية، الخوف اللي كان عندي من الطفولة أو المراهقة، وأبدأ أسأل نفسي أسئلة، وأبدأ أنظف نفسي من هذا الإحساس اللي معطيني هذه المشاعر السلبية، ولا أيوة. يحتاج مدرب معه؟ لا، لا يمكن أي شخص يطبقها على حالة إلا إذا هو ممارس وبالطريقة الصحيحة. نعم. أنا ليش أرفض أني أتكلم فيها أمام الكاميرا؟ نعم. لو تكلمت بالتفاصيل أمام الكاميرا ممكن أي شخص طبقها على نفسه، وهذا لا، غلط. طبعا طبعا، يعني أنا أعتقد في أمور زي كذا خصوصا فيها نفسية وفيها أشياء حساسة وذكريات، لو يعني ممكن أنها تكون تعيسة أو صدمات، طبيعي. يعني أنا يعني أفهم وأحترم ليش أنت ما تبغين تحكين عنها على الهواء أستاذة بدرية. طب خلينا نتكلم عن التخصص بحد ذاته، يعني حضرتك مدربة مدربين صحيح؟ مدربة مدربين، لكن اتجهت لمسار العلاج بخط الزمن. حلو. يعني هل في أطباء في هذا المجال؟ هل ممكن يكون طبيب نفسي؟ في أيوة في أطباء يتخصص. أي بالضبط، يتخصصوا في هذا التخصص. بس احنا اول مره نسمع هو مش لحظه هو مش تخصص من تخصصات الطب النفسي. نعم. لكن في طبيب ياخذ الدبلومه هذه. يعني لا، هي لحظه ما ندمجها، هي مسارين مختلفه. نعم. طيب ليش برايك انه عندنا يعني الى الان، أول شيء متى بدأ هذا العلاج أو متى أسس، متى كانت بدايته؟ أسس العالم الأمريكي تاد جيمس. اكتشفوا أنه 120 من حالات السكتة الدماغية والجلطات تحدث بعد تفاعل مشاعر بالجسد أثرت عليه. طبعا أثرت عليه من الزعل. بالضبط. فطبقها على إحدى الممرضات، بعدها نجحت الآلية فاشتغل على تطويرها. حلو. الآن في الجمعية الأمريكية للعلاج بخط الزمن. طب ليه ما احنا قاعدين نشوفها يعني في الخليج أو بالسعودية بالتحديد؟ أتمنى ما لها انتشار. أتمنى وعندي استعداد للتطوع أنه أمنح تصريح بالعلاج هذا. ولا أطلب مقابل مادي. أنه بس تحتاجين التصريح. تصريح، لأنه الآن أنتم ما عندكم تصريح أو ما تقدرين تمارسين هذا الشيء. على فكرة العلاج موجود. نعم. ويتم بشكل من الأشكال. طيب بشكل لأنه يعني لأنه ما عندنا تصريح، ما بنقدر. أنا مثلا بعالج بالإمارات وبدول الخليج، ما بقدر أعالج بالسعودية. احتراما للقوانين ما بقدر. طبعا طبعا أكيد أكيد أكيد. يعني إذا يعني علم جديد ومستحدث، طبيعي الواحد ما يقدر يسوي شيء. العلم من عام 1986. نعم. حلو حلو. يعني أقصد كمان مستحدث عندنا، يعتبر حديث عندنا، ويعتبر جديد. حديث. أيوة. وجديد عندنا أكيد. فأعتقد يعني راح يكون في أبحاث أكثر، أو خلنا نقول ينظرون في هذا الموضوع أكثر. الأمانة الحديث معك لا يمل أستاذ بدرية، وإحنا تشرفنا فيك كثير، وشكرا لك لي حبيبتي. وشكرا لتواجدك، شكرا لتوضيحك لأمور كثيرة بخصوص العلاج بخط الزمن. تسلمين حبيبة قلبي، ألف شكر. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لكم.